صباح الخير طلابي الأعزاء، درسنا اليوم هو عن التواصل ووسائل الإعلام. أهداف درسنا أن يتبين الطالب دور المعلوماتية في توفير التواصل والإعلام على المستوى العالمي والمحلي، أن يعدد وسائل الإعلام وأن يميز بينها، أن يحدد العلاقة بين الإعلام والرأي العام، وأن يتبين كيف يساهم الإعلام في صناعة الإنسان. الاتصالات اللاسلكية، ما هي وسائل الاتصال الإعلامية؟ اليوم وسائل الإعلام بطلت محدودة لا العدد ولا النوع، وكل يوم التطور التكنولوجي بيقدم لنا نماذج جديدة من هالوسائل الإعلامية يلي بتكون أسهل بالاستعمال وأوسع نطاق وانتشار وأشد فاعلية. نستخدم بعصرنا هيدا وسائل بنسميها وسائل إعلام جماهيري مثل الإذاعة، تلفزيون، فيديو، أو مختلف أنواع المطبوعات خصوصا الصحف اليومية والمجلات. وبلش عن جديد نحن نستخدم شيء بنسميه وسيلة الاتصال المتعددة يلي من خلال شبكة المعلوماتية بتجمع وظائف الإذاعة والتلفزيون وفنون الطباعة، وبتركب نص بجهاز واحد إلى جانب الاتصال الشخصي كالتليفون والفاكس. فإذا وسائل الاتصال اللاسلكية هي وسائل اتصال إعلامية متعددة. بلشنا بالإذاعة نحن نقدر نبعث رسالة للناس، نبلغهم عن مضمون معين عن طريق الصوت. بالتلفزيون أو الفيديو كنا نبعث صوت وصورة عن موضوع معين، أو مطبوعات معينة مثل الصحف يلي هي كمان وسائل اتصال بنعلم فيها الناس عن أخبار معينة عن أحداث معينة. اليوم صار في عندي أجهزة اتصال مرتبطة أكثر بشبكة المعلوماتية، يعني اليوم أنا على الكمبيوتر قادرة أبعث أوديو، سجل أوديو، أبعث صورة، أني أطبع نص، كلهم سوا مع بعضهم قادرة أنا أعملهم على التليفون أو على اللابتوب عندي. وبالتالي بتكون جمعت هيدي الرسالة الصوت والصورة والطباعة. وسيلة الاتصال المتعددة مبنية على تقنية البث اللاسلكي. هيدا البث موجه للجمهور العام يلي بيلتقط البث بواسطة أجهزة خاصة لهذا الشيء. البث اللاسلكي أو الاتصالات اللاسلكية بتشمل بث إشارات صوتية والتقاطة، يعني بس أنا عم ببعث صوت وفي حدا عم بيلتقط هذا الصوت يلي هي من خلال الإذاعة. وعندي عملية بث إشارات صورية وصوتية مع بعضها البعض يلي عبر التلفزيون أنا بسمع صوت وبشوف صورة. لهذا السبب هيدي عملية البث اللاسلكي في عندي نظام عالمي وعندي اتفاقيات دولية بتحدد كيف بستخدم هيدي الاتصالات اللاسلكية وكيف بشتغل فيها. يعني ما بقدر مثل ما بدي أنا أتصرف، في عنا قوانين تنظم عملية البث اللاسلكي. أول وسيلة إعلامية هي الإذاعة. تتكون الإذاعة من مجموعة تقنيات بتنقل الصوت والكلام والموسيقى بواسطة الذبذبات الهرتزية إلى حدا عنده جهاز لائط بنسميه الراديو. فإذا مثل ما عم نشوف أنا في عندي حدا عم بيبعت الرسالة يلي هي الاستوديو يلي من خلاله عم تتسجل الصوت أو بتنبعت الموسيقى، إلى حدا بيملك راديو بيلقط هالذبذبات الهرتزية لحتى يسمع الصوت ويسمع الموسيقى. وهذا الجهاز بنسميه الراديو. الراديو هو الجهاز الفردي المعد لالتقاط الذبذبات على موجات معينة وإسماعها للمستمع من خلال مكبر للصوت. فإذا بالراديو في عندي مكبر للصوت وفي عندي موجات، أنا بدي ألقط الموجة لحتى أقدر أسمع الرسالة اللي بدي إياها من خلال مكبر الصوت. فإذا أول وسيلة إعلامية هي الإذاعة.
لمن بقول أنا بس إذاعي بعني عملية الإشارات الصوتية، عم ببعت ذبذبات والتقاطها بواسطة جهاز لائق منسميه الراديو. كيف منصنف الإذاعة؟ أولا في عندي الإذاعات الرسمية والعامية اللي هي للدولة، بتملك الدول والحكومات هيدي الإذاعات وبتمولها من ميزانية الدولة، وبتحمل هيدي الإذاعات الرسمية رسائل تعكس وجهة نظر المسؤولين والحكومة والإدارات الرسمية، وبتدافع عنها وبتروج لها. فإذا هي بتبث كل ما له علاقة بالدولة. بس بالأنظمة الديمقراطية في عندي إذاعات رسمية يعني بتملكها الدولة وبتعبر عن توجهاتها الرسمية، بس بالوقت ذاته بتسمح لفئات أخرى من كان حاكمة أو معارضة إنها تبعت كمان من خلال هذه الإذاعة الرسمية رسائلها الخاصة. وعندي الإذاعات الخاصة التجارية يلي بتملكها أشخاص حقيقيين أو شركات تجارية خاصة، بيهدف المشروع الإعلامي لهذه الإذاعات الخاصة جني الأرباح من خلال بث الإعلانات التجارية أو برامج موجهة إلى عدد نوع معين من المستمعين. وبالبلدان الديمقراطية الإعلام الإذاعي الخاص بيرتبط بأحزاب وبقوى سياسية أو نقابية، ونحن اليوم بنشوف إنه في عندنا أحزاب في لبنان في عندها إذاعات خاصة لها لحتى تنقل مشاريعها ورؤيتها السياسية. أما الإذاعات المتخصصة على صعيد المضمون، هي عندها نوع من البث الإذاعي المتخصص يلي بيتوجه إلى جمهور محدد. ممكن يكون في عندي إذاعة دينية أو إذاعة بس بتنقل أخبار رياضية أو إذاعة بس أف أم للموسيقى أو إذاعة تربوية علمية أو اقتصادية مالية أو غيرها. فإذا بتكون متخصصة بحسب المضمون وبتتوجه إلى جمهور محدد. الرياضة بتتوجه للرياضيين، دينية بتتوجه للناس المتدينة، الموسيقية بتتوجه للناس اللي بيحبوا الموسيقى. فإذا تصنيف الإذاعات هن 3: الإذاعات الرسمية التابعة للدولة، الإذاعات الخاصة اللي هي لأشخاص أو لشركات، والإذاعات المتخصصة على صعيد المضمون. تاني وسيلة هي التلفزيون. التلفزيون يعني مجموعة التقنيات يلي بتمكننا إنه نشوف الصورة عن بعد، ما بقدر شوفها بواسطة النظر المباشر. بنبث الصورة من خلال كمان تحليل الذبذبات الهرتزية وتحويلها. التلفزيون بينقل لي صوت وصورة. التلفزيون بلبنان عام 1994 امتلكت الدولة اللبنانية تلفزيون لبنان، وصارت هي المالك الوحيد لهذه الشركة المساهمة. نشرتها الأخبارية وبرامجها السياسية هي رسمية بالكامل، يعني تلفزيون لبنان هو ملكية للدولة ومن خلاله تبعت الأخبار والبرامج السياسية المتعلقة بأخبار الدولة. كمان في عندي تلفزيونات خاصة بلبنان، وأول مؤسسة تلفزيونية خاصة ظهرت عام 1985 وتميزت سياسيا بالتعبير عن فريق معين من أفرقاء الأزمة اللبنانية. استخدمت التقنيات المتطورة، استعانت بطاقم محترف، بثت شبكة برامج متكاملة. ومن بعدها بعد العام 1990 بلشت تتزايد أكثر التلفزيونات الخاصة، يعني عندي تلفزيون المنار، عندي تلفزيون المستقبل، عند ال بي سي، عند الام تي في، عند الجديد وغيرها من الاذاعات يلي هي بنعتبر سوري تلفزيونات هي تلفزيونات خاصه. التلفزيون وقانون الاعلام، هل لهم حق اصحاب التلفزيونات ان كان الدولي او التلفزيونات الخاصه انها هي تبث مثل ما بدها، او هناك قانون للاعلام ينظم هذا العمل؟ أول قانون للإعلام بلبنان كان عام 1994، كرس مبدأ حرية الإعلام المرئي والمسموع وبنظم شؤون هذا القطاع. فإذا ما بنقدر نحن نشتغل مثل ما بدنا ونبث البرامج مثل ما بدنا. أنا في عندي قانون للإعلام، بس لأنه أنا بلد ديمقراطي كانت عم بشدد هيدا القانون على حرية الإعلام المرئي يعني التلفزيون، المسموع يعني الراديو،
وكان بينظم هيدا القطاع. ثالث ما وسيلة هي المطبوعات. المطبوعة هي أقدم وسيلة اتصال جماهيري، تحمل أفكار، تحمل أخبار وتحاليل ومعلومات وإعلانات مختلفة لجمهور واسع من القراء. التقنية المستخدمة لهذا الغرض هي المطبعة، يلي هي بتنتج المطبوعة. لما عرفنا التطورات بعدين، عرفت المطبعة كمان تطورات لوصلنا إلى طباعة الكمبيوتر من خلال برامج طباعية مخصصة. أنا اليوم صرت بقدر على الكمبيوتر إني أطبع، إني مثلاً نزل صورة، إني أرفق الطباعة بفن طباعة معين بألوان معينة، وصار فيي أعملها برنت وطلعها بسهولة أكثر من ما كانت تعملها المطبعة الأولية. الطباعة والصحافة في لبنان. الحكومة اللبنانية أصدرت قانون المطبوعات عام 1962، وكمان مثل ما ركزت على مبدأ الحرية بقانون الإعلام، كمان اعترفت بفسحة الحرية الإعلامية للصحافة المكتوبة. القانون بيحدد معنى الصحافة وكيف ممارسة مهنة الصحافة، وبيخلي هيدي المهمة مراقبة الصحافة بإيد وزارة الإعلان، يلي هي بتعطي التراخيص وبتراقب مسار العمل الصحفي بكل مرحلة. وبيعدد قانون الإعلام العقوبات المفروضة على الصحف يلي بترتكب مخالفات، وهي 3 أنواع: يا إما غرامات مالية أو تعطيل أو سجن، ومرات بنشوفها إنها كلها سوا بتفرضها بأغلب الحالات. شو هي أنواع المطبوعات؟ عندي المطبوعات الدورية يلي بتصدر بصورة مستمرة وباسم معين، ممكن تكون يومية مثل الجرايد اللي عم نشوفها، أو أسبوعية أو شهرية أو نصف شهرية مثل مجلة الجرس مثلا. وعندي المطبوعات غير الدورية يلي بتصدر حسب حاجة المصدر ومصلحته، وبتكون موجهة إلى جمهور معين. مثلا أنا في عندي تعميم من مصرف لبنان، هيدا لقى حاجة مصرف لبنان لإصدار هذا التعميم، وهو موجه إلى المصارف، يعني في عندي جمهور معين بتوجه له المطبوعة غير الدورية، أو من وزارة التربية مثلا موجهة للناس اللي بدهم يقدموا طلبات ترشيح للامتحانات الرسمية، بيحددوا لهم بالتعاميم كل التفاصيل، فإذا في حاجة وفي جمهور محدد للإفادة من المطبوعات غير الدورية. الإعلام والرأي العام. شو يعني رأي عام؟ رأي عام هو مجموعة المعتقدات والآراء المشتركة بين الناس بيعبروا عنها بوسائل الإعلام لياخدوا فيها المسؤولية. والعلاقة جدلية بين الإعلام والرأي العام، أي إنه هي علاقة تأثر وتأثير، إذ إن الإعلام ينطلق من الرأي العام، والرأي العام يتكون ويتشكل بتأثير من الإعلام. الإعلام والثقافة، هل من علاقة بين الإعلام والثقافة؟ طبعا وسائل الإعلام بتعتبر من أهم الوسائل لنشر الثقافة، لأنه أنا من خلال وسائل الإعلام فينا نزود جمهورنا بكل جديد بالمجال العلمية، مجالات العلمية أو المجالات الفنية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وبتلعب دور كتير كبير ببناء أفكار الناس وثقافتها، مثل ما بتلعب هذا الدور العائلة والمدرسة والجامعة. وبتلعب دور سلبي، يعني إذا كنا عم ناخذ الدور الإيجابي من ناحية تزويد الجمهور وتزويد المجتمع الناس بكل ما هو جديد في مجال العلم والفن والسياسي والاقتصاد وبناء أفكار الناس وثقافتها، بس كمان الإعلام عم بيلعب دور سلبي، لأنه ببعض المرات بيكون عم بيروج لبعض الأفكار والبرامج ذات المضامين المبتذلة
ما بتكون كتير منيحة للشباب خاصة، أو بتزور الحقائق أو بتشوهها أو بتعمل بتبث برامج تحريضية تخلق فتنة بالمجتمع. من هون نحن لازم ننتبه لهيدا الموضوع، للبرامج اللي عم بتبثها بعين ناقدة، ونعمل نقد للمرامي السياسية والثقافية لهذه الوسائل. وهلأ بقلكن يعطيكم ألف عافية.